بلاتي تيخرج بلاتي تيخرج. يلا صافي. سالي سالي سالي. شوف. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، نزار شنو تقول لنا خويا من بعد الخروج ديالكم من علاش؟ نزار شنو غتقول لنا؟ نزار شنو غتقول لنا في هذه الأثناء من بعد الإفراج عليكم؟ شنو هي شنو المتابعة؟ شنو هي التهمة؟ نزار 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 دقيقة دقيقة عطونا شنو داروا معاكم؟ مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا الآن في هذه الأثناء تم الإفراج على نزار ونادى نادى نادى شنو داروا معاكم أنا؟ نادى 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 مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا في هذه الأثناء تم الإفراج على نادى وعلى نزار الإفراج على نادى ونزار في هذه الأثناء هذه كما كتابعوا معنا كما كتابعوا معنا تم الإفراج على نادى والان كما كتشوفوا فهم يعني شاو كما كتتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في اثناء تم الافراج على نادى حاسي ونزار دائما على المباشر مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي الآن تم الإفراج على نادى و نادى 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 كلمة 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 نادى نادى نزار نزار كما كتابعوا معنا الآن فها هما نزار ونادى خرجوا من الدائرة الأمنية بعد استماع كما كتابعوا معنا دائما مشاهدينا على البث المباشر الان على قناتنا قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا ها هو نزار نزار ها هما الان يعني خرجوا من الدائره من بعد الاعتقال اللي كان قبيله اطار الاحتفال الاستفاف ديالهم مبروك مبروك عليكم الان كنشوفوا احتفاليه ديال الناس كما كتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي نقولوا لهم على سلامتكم والتحيه لرجال الامن اللي يعني قاموا بالواجب وبالاجراءات القانونيه كما كتابعوا معنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي سلم رد الاخر صافي كما كتابعوا معنا الان تم الافراج على نادى ونزار من بعد الاعتقال ديالهم من قاعه الافراح اللي كانوا اللي كان غيتنظم فيها حفل الزفاف ديالهم هذا النهار هذا لكن كان خرق لحاله الطوارئ وهذا الشيء اللي استدعى حضور السلطات الامنيه وكذلك السلطات المحليه هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس وقامت بالمتعين واعتقال العريسين دائما غادي في اطار المتابعه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي خليكم معنا الان على المباشر حنا غادي شوف علمنا 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 وي دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فتمت المتابعه يعني ديال نزار وندى حاسي اللي تم الاعتقال ديالهم ماشي المتابعه تم الاعتقال ديالهم من قاعه الافراح اللي كان غيتنظم فيها العرس ديال يعني احتفالا بالعرس ديالهم فالان على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الان الباب هذا لانهم كان يعني خرق ديال حاله الطوارئ وانهم نظموا عرس هذه يعني هادشي اللي تابعتوا معنا خلال المباشر اللي كان قبل قليل خليكم معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي
هذا ونزار كانوا كيشدوا كيبريباريو باش يديروا العرس ديالهم ويطلعوا للعماريه تلقاو نفسهم في الدائره الامنيه لانهم اخترقوا القانون، لاننا مازالين جائحه كورونا باقيين كنعيشوا يعني في زمن كورونا وفي حاله طوارئ، يعني ممنوع التجمعات، ممنوع يعني الاعراس والافراح وهذه المهرجانات، يعني هذا الشيء دائما في اطار يعني الاجراءات اللي وضعتها الحكومه ديالنا الحكومه المغربيه من اجل تجنب تفشي وباء كورونا. لكن نزار وندى كان لهم راي اخر لكن القانون